هذا البرنامج بالاشتراك مع شركة التأمين الوطنية. شركة التأمين الوطنية، معا لأبعد حدود. سوا لما نكون التعب بيهون، سوا لما نضل الخير علينا يطل. على نفس الدرب نسير، نتحدى الصعب نكمل، كل شي بيكون بخير لما مع بعض نضل، مع بعض نضل الخير. أنا سندك وقت الشدة وانت بصعب تقويل، عالحلو والمر مشينا، أنا بظهرك وانت حميل. مع بعض بنتقدم سوا، بنخطط ونحلم، إيدي بإيدك لحدود السما بنطير، مع بعض بنضل. شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير. هل ترغبون في فهم أفضل لمفهوم التأمين وكيف يمكن أن يسهم في حياة آمنة من المخاطر؟ إذن انضموا إلينا في بودكاست مفاتيح التأمين لنتعرف أكثر على نوع تأميني ما، ونقدم لكم نصائح وإرشادات لسلامتكم المالية والشخصية. مفاتيح التأمين، إعداد وتقديم مرح الرماوي من شركة التأمين الوطنية، يأتيكم عبر أجيال بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية. منرحب فيكم من شركة التأمين الوطنية، واليوم رح نحكي عن كمان نوع تأمين، وهو تأمين المسؤولية المهنية والمقدم للطرف الثالث، يعني حق الغير، واللي بيهتم في مستقبلك المهني ليكون في أمان. كيف؟ إذا كنت شخص مهني تعمل في المجال الهندسي أو الاستشاري، القانوني أو الطبي، فأنت معرض لسبب ما أن تلحق الضرر بعملائك، والذين سوف يطالبون بتعويض عن الضرر الذي لحق بهم. لذلك شركة التأمين الوطنية تقدم لك برنامج مستقبلك المهني بأمان، والذي يهدف إلى دفع المبالغ المترتبة عن مسؤولية المؤمن له اتجاه الغير، التي تنتج عن أي مطالبة و أو مطالبات خلال فترة التأمين نتيجة الإهمال والخطأ غير المتعمد الناتج عن ممارسة المؤمن لها. ومثال على ذلك لأصحاب مهنة الكراجات وتصليح المركبات، من الممكن خلال تصليح السيارة يصبح خلل أو ضرر لها، وبالتالي تقع المسؤولية على صاحب الكراج، ومن هنا يكون الحل مع شركة التأمين الوطنية وتأمين المسؤولية المهنية. شركة التأمين الوطنية بتتمنى لكم وقت سعيد وكل أمان، معا لأبعد حدود. في الحلقات القادمة سنكشف لكم عن أسرار جديدة في عالم التأمين، وسنقدم لكم تحليلا مبسطا لمفهوم تأميني ما. بودكاست مفاتيح التأمين، مرشد تأميني صوتي يأتيكم عبر أجيال بالتعاون مع شركة التأمين الوطنية. هذا البرنامج بالاشتراك مع شركة التأمين الوطنية. شركة التأمين الوطنية، معا لأبعد حدود. سوا لما نكون التعب بيهون، سوا لما نضل الخير علينا يطل. على نفس الدرب نسير، نتحدى الصعب نكمل، كل شي بيكون بخير لما مع بعض نضل، مع بعض بنضل الخير. أنا سندك وقت الشدة وانت بصعب تقويل، عالحلو والمر مشينا، أنا بظهرك وانت حميل. مع بعض بنتقدم سوا، بنخطط ونحلم، إيدي بإيدك لحدود السما بنطير، مع بعض بنضل. شركة التأمين الوطنية، مع بعض بنضل بخير.